يقول: أنا أتاجر في أي شيء، طلع زكاتها ودلوقتي الحال واقف ما طلعش، لأن لا في بيع ولا في شراء. النظر إلى رأس مالك هل بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة حتى لو كان يخسر في التجارة، حتى لو كان يخسر، ليس فقط إن كان الحال واقف بل وحتى إن كان يخسر في التجارة، ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، والله أعلم.